استثمار التدين الظاهري، يعني في انك تخدع الناس، هي دي اللي تستحق النتف، يعني لانه ده كان حصل زي ما بقول لكم بعض الهجوم شويه على التعبير ده واهانه اللحيه واهانه الدقن. لا، اللي بيهنها هو الحقيقه اللي بيستثمرها في النصب على الناس وخداعهم ومحاوله ايهامهم بالتدين الظاهري دون التدين الحقيقي، يعني ودون انه يتقيد بمبادئ الاسلام الحقيقيه. تعالوا نشوف النهارده كان في الاحتفال اللي تم قبر الزعيم الراحل جمال عبد الناصر في مثل هذا اليوم. كل سنه يتجمع المحبون انصاره من كل مكان داخل القبر، وبيكون اسره الزعيم الراحل جمال عبد الناصر موجوده. هي أن ما أخذ بالقوة لا يمكن أن يسترد بغير القوة. أمل الوحدة العربية بدأ قبل جمال عبد الناصر وسوف يبقى بعد جمال عبد الناصر. هو رمز للحرية، رمز للكرامة، رمز للعزة، رمز لكل ما هو وطني على مستوى العالم. بعد زمن طويل من رحيل جمال عبد الناصر، وما زالت ابتسامته الشهيرة تشاع ثقة وقوة، وصوته القوي الذي خلع القلوب يقول: هذه ثورتكم، ثورة الشعب. يوم مش أنا بس بفتخر بيه، كل المصريين بيفتخروا بيه. بعد السنين الطويلة دي كل المصريين لحد النهاردة بيحتفلوا باليوم ده، وهيفضلوا يحتفلوا باليوم ده على طول. والله احنا دايما بننتظر ثورة 23 يوليو عشان نيجي نترحم على زعيم الخالد جمال عبد الناصر. أولادنا نسميهم عبد الناصر في اليمن، لأن عبد الناصر عاد العرب كلهم كرامتهم. لن ننسى مبادئ عبد الناصر في الحرية، في العدالة الاجتماعية، في الاستقلال الوطني، استقلال القرار، بناء جيش وطني قوي ليحمي هذه الأرض الطيبة الوحيدة اللي ذكرت في القرآن وفي الثلاث كتب السماوية. هو جمال عبد الناصر بيتكلم عن نفسه. الشعب المصري مطالبا اليوم بأن يجعل انتصاره في خدمة قضية الثورة الشاملة في بقية شعوب أمته العربية. لي الشرف أن أنا أكون شبيه زعيم عبد الناصر، وبس شبه في الشكل طبعا، إنما زعيم عبد الناصر لا شبيه ولا مثيل له يعني. سورة سورة سورة، كلنا كده عايزين سورة 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 تحت الراية المنصورة. ثورة يوليو ثورة ستظل خالدة بما أنجزته وببصمات زعيمها الخالد جمال عبد الناصر. دي بقت جزء من الضمير المصري والضمير العربي وضمير العالم الثالث كله. أفريقيا كلها تقول إن عبد الناصر مرة من هنا.